السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. اليوم ان شاء الله فيديو غادي يكون خاص بالخياطه، وهو طريقه الصاله وخياطه لمعطف تركي للمحجبات. هذا الموديل جديد ومختلف من التصميم ديالي. طريقه خياطه هذا المعطف هذه فهي سهله بزاف، ما فيهاش كثره تعقيدات، واي حاجه ما واضحاش او ما عطيتهاش حقها في الشرح فيكفيكم انكم تخليوها ليا في كومونتير، وغادي ندير لكم عليها فيديو خاص ان شاء الله. ندوزو دابا باش نشوفو طريقة خياطة وصالة هاد المونطو هذا، والبداية غادي تكون مع طريقة تحضير الباترون ديال هاد الموديل. فأول حاجة غادي دابا هي غادي نصايب القطعة الأمامية، وكيف كتعرفو كنصايبو غير ربع ديال البياسة، فكندير الخط اللي كيعتبر هو المنتصف ديال المعطف. غادي نحدد عليه الطول ديال الصدر، كيف كتشوفو هو أول نقطة حددتها. من بعد كنحدد الطول ديال الوسط، وثالث نقطة غادي تكون هي الطول ديال الحوض. ومن خلال هاد النقط غادي نمددهم باش غادي نحدد العرض ديال كل نقطة. فكنبدأ بالنقطة اللي حددت الأولى، وهي نقطة طول الصدر، غادي نحدد عليها عرض الصدر. ودائما كناخدو كنعبرو العرض ديال الصدر ديالنا وكنقسموه على 4 وكنزيدو ليه سنتيم ديال الخياطة. ونفس الطريقه غادي نحدد بها عرض الوسط، وكذلك نفس الطريقه غادي نحدد بها عرض الحوض، وهي الطريقه كي قلت لكم العرض كنقسموه على 4 وكنزيدو ليه سنتيم ديال الخياطه. كنصيب النقط ديالي، وهنايا غادي نحدد الطول ديال الاف اللي هو اللي غادي نتفازا عليه باش غادي ندير الكمام ديالي. فبزاف ديال الناس كيتفازاو على العرض ديال الصدر، من تما كيصايبو الكمام ديالهم. انا كنحدد هاد النقطه هادي حيت عندي معطف اللي هي البسعه طريه، فكنبغي لكم يكون مجموع شويه، ما يكونش الاف هابط بزاف، ديك الفتحه ديال الاف تكون هابطه. فذلك كنحدد واحد النقطه اللي هي 23 سنتيم، عليها كنتفازا باش نخدم الكمام ديالي. فهنايا غادي ندوز نحدد العبار ديال الكتفين، وهو كناخذ العبار اللي عندنا كنقسموه على جوج ونضيفو ليه سنتيم الخياطه. هنا كنحدد فتحه العنق 8 سنتيم، ومن خلالها كنهبط النقطه الاولى اللي هبط 3 سنتيم انحناء ديال الكتف. هنا كنصايب مربع اللي كيكون نفس العرض ديال الكتف اللي عندنا، هو نفس العبار اللي حددته على النقطه ديال الابد. فهنايا كنحدد الفتحه ديال العنق اللي درت ليها في هبطت بسنتيمين جوج سنتيم. وهنايا هذا المستقيم كنقسمو على جوج باش نصايب فتحه الكم، وكندخل بنص سنتيم وكنسير النقط ديالي بالبيستوني كيف كتشوفوا. فهاد الكم هذا فهو بالنسبه للظهر كندخلو غير بنصف سنتيم. هاد المستقيم كنقول لكم كنحاول يكون مستقيم هابط نيشان، ما تيكونش مائل. فهنايا كنحدد فتحه الراس ديال الامام، حتى هي كنهبط بتسويت سنتيم وكنسيلها بالبيستون كيف كتشوفوا العنق، فتحه العنق. وهنايا غادي نحدد فتحه الكم ديال الامام، تندخل بسنتيم ونص وكنصير النقاط كيف ما درت في الاول. فهنايا غادي نصايب الامام والظهر بجوج دقه وحده، ومن بعد غادي نخرج كل طرف بوحديتو. فهنايا غادي ندير الموديل اللي بغيت انايا، فغادي نبدا نصايبو. هنايا كنجي الخط ديال الوسط كنقسمو على جوج، كندخل بسنتيم المنتصف. ويمكن لكم نتوما تدخلوا او تخرجوا البلاصه اللي بغيتوا ديروا فيها التقطيعه، يمكن لكم ديروها، فانا اختاريت المنتصف. التقطيعه غادي تكون من تما كيف ما درت بالبيستوني. دابا هذا الخط اللي درتو بالبرتقالي فهذا هنايا غادي تقطع الثوب، وغادي تكون عندي هنايا خياطه. فكنهبط هذا الخط هذا حتى المنتصف ديال الحوض، وغادي ندخل وغادي ندير سنتيم من اليمين ديال هذا الخط البرتقالي ومن اليسار ديالو باش يجيني المونطو ديالي مسنتري.
فهنايا كنحدد البلاصه فين غادي يجيني الجيب ديال الصدر اللي غادي ندير في جهه الصدر. فهنايا غير كنحدد البلاصه يعني ما كان. فانا في الاول درت هذا العبر هذا وجاني الجيب صغير وليت بدلت درت الجيب شويه كبير، حيت هذاك الجيب اللي درته في الاول حيتاش كيكون مطرق غير من الفوق حيدته وفصلت الجيب كبير شويه وعاودت خيطته. فكلشي غادي تشوفوا معايا في الفيديو ان شاء الله. هنايا كنحدد الجيب اللي غادي يجيني في الجناب، غادي يكون جيب باسبوال. فهنايا كتهبطوا من الابط بشي 12 ولا 13 سنتيم، كتهبطوا نتوما على حسب البلاصه اللي بغيتي يجيكم فيها الجيب. الا عندكم شي مونطو ولا شي فيست كيعجبكم البلاصه فين جا فيها الجيب، كتشدوا كتعبروا البلاصه من تحت الابط حتى البلاصه الفوق ديال الجيب شحال دايرين في داك لافيس ولا داك المعطف، كديروها في الموديل ديالكم. فانا كيف شفتوا دخلت بسنتيم في اليمين ديال الخف البرتقالي وفي اليسار باش يجيني المونطو ديالي سنتري. فهنايا هاد البلايص اللي كنديرهم بالقلم فهم مغاديش يكونوا من نفس الثوب ديال المونطو، غادي نديرهم بالجلد. فهنا كناخد لاغوليت وغادي نحيد، فغادي نخرج الظهر بوحديته والامام بوحديته. فانا كنغولي هنايا كنستنسخ الظهر باش يكون عندي كل طرف بوحديته ونخدم مرتاحه. فكنحاول نقوله بغير النقط الاساسيه، ومن بعد غادي نكمل بالمسطره غنسير كل نقطه لعند اختها. فكيف كتشوفوا ها هو في الورقه اللي تحتاني خرجوا لي النقاط، فانا غادي نتراسيهم وغادي نكون حصلت على الشكل ديال الظهر بكل بساطه. فكيف كتشوفوا فانا دابا كملت التراساج ديال الظهر ديالي. فهنايا غادي نعبر من النقطه العلويه، غادي نحدد المنتصف كيف شفتوا، وغادي ندير ماكينه تقطيعه بحيث هذاك الجزء العلوي غادي يكون من الثوب ديال الجلد، ما غاديش يكون من الثوب ديال المونطو. بالاحرى غادي ندير الثوب ديال المونطو من تحت ومن الفوق غادي يكون جلد باش تجيني الطبقه غليظه ما يجينيش رقيق. مهم غادي يبان الفوق الجلد، ما غاديش يبان الثوب ديال المونطو. هنا كندخل بسنتيم في الخط ديال الوسط باش كيجيني المونطو مسنتري، والخياطه غادي تكون عندي في الوسط ديال الظهر. فهنايا غادي نقطع القدام وغادي نقطع الظهر حيت صافي دابا ساليت التعديلات اللي غادي يكونوا في الموديل ديالي. كيف كتشوفوا غادي يكون في جيب في الصدر وجوج جيوبه، لانني دابا كندير غير ربع ديال البياسه. من بعد غادي نخرج كل بياسه، كل قطعه غادي نخرج منها العدد اللي بغيت. الجيب غنخرج منه جوج، وحتى هذاك الجيب اللي في الجناب غادي يكون جيب في اليمين وفي اليسار. التقطيعه غادي تكون عندي في الوسط، يعني غادي يكون عندي جوج طرف ديال الامام. هاد البلاصه اللي كنوريكم هنايا فاش غنكون كنفصل في الثوب غادي نخلي 4 سنتيم فين غادي نخيط السلسله، لان المعطف كيف شفتوا هو بالسلسله، والسلسله غادي تكون عندي مكشوفه ما غاديش ندير لها التبطيل. وهنايا عاوتاني كنقطع الظهر كنوجدو حتى هو. فانا من بعد غادي نقطع هذاك الطرف العلوي بوحديتو والطرف السفلي بوحديتو، لان تما غادي تكون عندي الخياطه، يعني غادي يكون كل طرف بوحديتو. انا هنايا في هذا الفيديو تقريبا درت لكم شامل كامل، حاولت نجمع لكم فيه كل شويه شويه من كل حاجه، وانتم اي حاجه ما واضحاش لكم ولا انا ما شرحتهاش مزيان دزت عليها دغيا ما وضحتهاش خليوها لي في كومونتير وغادي ندير لكم على فيديو. فهنايا داك السنتيمون اللي دخلت به فيكم كنهبط فيه في المنحنى ديال الكتف باش المونطو ما يجيش كيهرب ليا اللور، يجيني كلشي متساوي. فهنايا غادي ندوز نصايب الكمام. فهنايا كنهبط ب 13 سنتيم، كندير واحد المستطيل الطول العرض ديالو 13 سنتيم، الطول 13 والعرض ديالو 28 سنتيم. 28 سنتيم جبتها من العرض ديال الصدر
او بالاحرى العرض ديال نقطه الارض تقريبا هما ما متفاوتينش بزاف في العرض، غير في الطور فاش متفاوتين. فهنايا غادي نصايب المستطيل ديالي كيف كتشوفوا. هاد المستطيل غادي نقسمو في الوسط خط مائل، غادي ندوز باش نحدد الطول ديالكم ديالي، الطول اللي عندكم كتحطوه. فانا هنايا العبارات ديالي هما اللي حطيت، وكل واحدة غتحط العبار ديالها. فهنايا حطيت لكم ديال الطول ديالكم زائد 3 سنتيم ديال العطفة. هنايا كنحدد العرض ديال المعصم، هنايا كنحدد 7 سنتيم اللي غادي ندير منها العرض ديال الذراع. فهنا كنصيب النقاط ديالي. هذاك المستقيم اللي قسمت به المستطيل ديالي كنقسمو على جوج، وكل قسم عاوتاني كنعاود نقسمو على جوج كيف كتشوفوا معايا. فالطريقه واضحه سهله، حتى حاجه ما صعيبه. نتمنى هذا الفيديو يدير فيكم الحماس وتاخذوا تويب وتفصلوا هكا واخا غير مونطو صغير لوليداتكم، باش هكا تلقوا يديكم وتحيدوا الدهشه ديال الفصاله، لان اصعب حاجه هي الفصاله. الا تعلمتي ليها فصافي الخياطه في يديك، الماكينه ما صعيباش، الفصاله هي اللي صعيبه شويه. ولكن الا كانت العزيمه والاراده فكل شيء غادي تعلموني ان شاء الله. فهنايا هبطت بسنتيم وطلعت بسنتيم وصلت النقاط بالبيستولي ديالي كيف كتشوفوا. هنايا هبطت 7 سنتيمتر حددت العرض ديال المعصم ديالي. فكيف كتشوفوا بعد ما حددت العرض وصلت النقطه ديال الابط مع العرض ديال المعصم مع العرض ديال الذراع. وغادي نقطع لكم ديالي بهذا، غادي يكون واجد، يبقى عندي واحد التعديل بسيط غادي تشوفوه معايا. دابا هو غادي ندخل في الجهه ديال الامام بواحد سنتيم تقريبا، لا سنتيم ونص. دائما جهه الامام كتكون محفوره على الخلف. فها هو الكم ديالي، فحليته. فالورق دائما تيكون عندنا على جوج فاش كنبغيو نفصلو لكم، نسيت ما قلتها لكمش، والورق مطويه على جوج. فهنايا في الجهه ديال الامام كيف شفتو كندخلو بواحد سنتيم ولا سنتيم ونص، كنقطعوه باش كتجينا الحرده ديال الابط ديال الامام محفوره، باش يجيكم ديالنا صحيح وما يجيش مخربق في الخياطه ديالو. فهي يعني حددتهم الامام بوحديتو والخلف بوحديتو باش ما نتلف ما والو. فهنايا كنعبر دورة العنق ديال الامام زائد دورة العنق ديال الخلف. فهنايا كنقيد العبار اللي عندي، قيد 13 سنتيم تقريبا. وهنايا عاوتاني دورة العنق ديال الخلف، حتى هي كنعبرها وكنحاولو نخليو المتر واقف ما نعسوش. عندي 90 سنتيم. فهاد العبار اللي لقيتو كنجمعو وكنصايب بيه الكول ديال المونطو ديالي. هذاك العبار اللي لقيتو هو اللي غادي نديرو في العرض ديال الكول. بالنسبه للطول فانا درت تقريبا واحد 9 سنتيم زائد زائد سنتيم بالخياطه. بغيتو تطولوا ديروا حتى 10 سنتيم، ولكن اللي بغى هكا طويل كيف درت انا تقريبا 9-10 سنتيم. هذا هو العبار اللي ما فتش. صافي كنصايب مستطيل اللي في العرض ديالو هو دوره عنق الامام زائد دوره عنق الخلف ظهر. فانا كنحدد المنتصف ديال هذا المستطيل هذا، وكنطلع هنايا بسنتيم وكنخرج بسنتيم، عاوتاني هنا كندخل بسنتيم وكنطلع بسنتيم. وكنستعمل البيستولي بهاد الطريقه هادي، كنصيب النقط ديالي اللي حددت. وكل شيء واضح في الفيديو، نتمنى ان شاء الله تفهموا كاع المراحل اللي درتها معكم. اللي ما فهمتوهاش فالطريقه سهله، تخليو غير كومونتير وغادي نشرح لكم كل شيء في فيديو خاص. فهذا هو الكول ديالي. هاد الكول تقريبا ديال بحال كول اوفيسي، ولكن هو تيكون بالسلسله وملاقي تقريبا. حتى كول سيرفيت كيكون بحال ما هكا، تكون السيرفيطه بالكول طالع بالسلسله. فهنا فصلت دابا الكول. دابا غادي ندوز باش نفصل القب الكابيوش ديال المعطف ديالي. فهنايا درت مربع اللي درت واحد زاويه قائمه، اللي درت العبار اللي درتو في المستقيم الاول هو نفس العبار اللي درتو في المستقيم الثاني. انا العبار اللي درت هو 40 سنتيم في 40 سنتيم، حيت القب بغيتو يجيني كبير.
وهذا الخط هذا اللي كندير دابا فهو غير هبطته، من بعد غادي تحدد العبار ديالو. فهنايا العبار ديال دوره عنق الامام مع دوره عنق الظهر كنجمعهم، وداكشي اللي خرج ليا هو اللي كنحددو ابتداء من 40 سنتيم اللي مجيش الخط اللي مجيتي فيه 40 سنتيم، تما كندير المتر ديالي وكنطلعو الفوق فيما جاتني. العبار ديال دوره عنق الامام مع دوره عنق الظهر كنحطو، وديك النقطه كنسلها باعلى نقطه. هنايا هاد المستقيم كنقسمو على جوج، كيف كتشوفوا كل قسم كنعاود نقسمو على جوج، كنهبطو بسنتيم وكل بسنتيم، وكنحدد كنحفر الدورة العنق ديال القب. يمكن لكم تستعملو بيستوري ولا تستعملو غير يديكم حتى هو حتى هي كتجي مزيانة. وهنايا كيف كتشوفوا القب ديال المونطو ما كيجيش ديك المنطقه هكاك مقمقمه، فهي كتجي مقوسه، فانا كنصايبها. فهنايا هبطت ب 4 سنتيم، وحتى الخط العلوي درت فيه 4 سنتيم، وغادي ندير واحد الشريط. دابا هنا كنحدد لكم القب اللي انا ديالي اللي غادي نخدم عليه دابا، بعد ما حيدت ديك البلاصه اللي جايه مقنته درت على شكل دائري. كيف كتشوفوا فانا بقيت غادي بديك 4 سنتيم غادي بيها على الدوره ديال القب كامله، ومن بعد هاد الدوره اللي دات كامله غادي تقطع، وغادي نفصل واحد الشريط اللي مستقيم وغادي نخيطو داير على هذيك القب ديالي كيف غادي تشوفوا معايا في الفيديو. انا دابا كنقطع هاد القطعه اللي كنقطع دابا هي القب، غادي نخرج منها جوج طراف، هذه كنقطع دابا نخرج منها جوج طراف، اما هذاك الشريط اللي بقى على برا فهذاك غادي ندير منه طرف طويل مستطيل طويل في داك العبار ديال داك الشريط، وغادي نخيطو مع القب ديالي. ها هو كنوريكم غادي نعبر دابا هذا شحال فيه، وداكشي اللي خرج ليا غادي نديرو في واحد المستطيل طويل، ما غادي يكون لا مقوس لا حتى شي حاجه، مستطيل طويل ها هو غادي نديرو دابا. داك العبار اللي لقيتو غادي نديرو هنايا، العرض ديال هاد المستطيل غادي يكون 4 سنتيم في جوج، يعني 8 سنتيم زائد سنتيم بالخياطة من جهتين. كيف كتشوفوا غادي تخيط بهذه الطريقه هذه اللي كنوريكم. فهنايا عندي القب تفصلتو والكول والامام الظهر حتى الكمام، الجوب ديالي اللي طويه على جوج على الطوله ديالو. فهنايا حطيت الطوبات بجوج، غتكون عندي الخياطه هنايا الوسط، خليت 4 سنتيم هنايا في التسكين السلسله اللي بقى غادي نلصقو مع الدبلور. ها هي الطوبه ديالي كامله لتحت حطيت الطوله، وهنايا لي فازي، وهنايا كاين الظهر كتجدد في الخيط الداخلي في الخارج. ها هو هنايا تكون عندي الخياطة هنايا تكون تقطع هنايا، والباقي الكورة ديال المونتو ديالي ولي فازي من تحت، مدرتش لي فازي بزاف، بغيت يكون شوية هاد الدروة صافي. من بعد الدروبة والظهر هنايا درت الكمال هنايا، وهنايا درت القب. الكول ديالي هنا غادي يكون عندي جوج طراف، هاد الطرف الاول وراه الطرف الثاني فين تراسيتو. هنايا غادي ندير واحد لابوند ديال الجنت هكا غادي ديكوراسيون صافي. هاد لابوند غادي تكون عندي وسط القب، فهادي غادي نخرج منها غير طرف واحد حيت فيها الطوله كامله ديال القب. وهاد الجناب هادو اللي كيبقاو ليا خاويين منهم غادي ندير الساك ديال الجيب، وغادي ندير فيه كاع دوك لي روتوش اللي خاصيني.
ونفس الطريقه طبقتها حتى على الدوبلور، طويته على جوج على الطوله ديالو وحطيت القطع ديال المونطو ديالي. فصلت نفس الطريقه الداخل في الخارج، حطيت الجهه العلويه اللي فصلت والطوله تراسيتها فوق الثوب كيف كتشوفوا الدار والامام القب والكمام، هادو هما اللي غادي يكون عندهم التلطيف. فهنا كيف كتشوفوا خيط الجيب، هذا المقطع ديال الجيب وقع لي فيه خطا وما حطيتوش. الا بغيتو فغادي نحط لكم طريقه خياطه جيب باسبوال في فيديو بوحديته. بعد ما خيط الجيب ديالي فانا كنلصق طروفه ديال الامام بجوج، فهنايا عندي الخياطه مقوسه فغادي معها غير بشويه باش ما تجيني لا مشنقه لا حتى شي حاجه، غير بشويه البنات بشويه عليكم باش يطلع لكم الخياطه ديالكم مزيانه ونقيه. فكنخيط الدوفات ديالي بجوج كيف كتشوفوا. ما تنساوش انك باش توصلوا للمنتصف تدخلوا بداك سنتيمتر دخلنا فيه باش يجي المونطون سنتري ومزيان ما يجيش عريض ولا هكا يجي فيه شي عرض اللي يضيع لينا الجماليه ديال المعطف ديالنا. بعد ما خيط فانا غادي نعاود الخياطه فوق هذيك الخياطه، يعني غير التزيين ديكوراتيف وصافي. بعد ما خيطت الدوفات ديالي بجوج فانا كندوز للظهر، كنحط الطرف على الطرف ودائما الوجه على الوجه، وغادي نخيط الخياطه اللي عندي وسط الظهر. ودائما غادي فاش نوصل للمنتصف غادي ندخل بداك السنتيم اللي وريتكم في الباترون باش يجيني المونطون ديالي مسنتري، يعني كنحددو لكم هنايا فانا دعوجت المونطو شويه باش تجيني ديك السنتيم داخله بها تجيني الامور هي هذيك. وغادي نعاود الخياطه، غادي نحل هذه الخياطه اللي درت وغادي ندير خط في اليمين وخط في اليسار عبر ديال الصباط للتزيين وصافي، باش كتجيني هكا ديك الخياطه محفوره كتعطي منظر زوين. ضروري كتعاونوا بيديكم وكتشوفوا كل خطا كتهزوا كتشوفوا واش الخياطه محلوله باش ما تجي تطواش ليكم الخياطه ولا شي حاجه. فانتما كتشوفوا هكا كيكون الشكل ديالها. فهنا الجزء العلوي ديال الظهر فخيطت عليه داك الجزء لصقته عليه بخياطه من الجناب، عاد غادي نلصقه مع الظهر ديالي كيف كتشوفوا. فهنايا غادي نهبط بالخياطه الاولى ومن بعد غادي نقلب الثوب وغادي ندير الخياطه ديال التزيين. غادي نعاود من فوق الخياطه كيف ما درت في المعطف كامل، فانا كنت كنعاود فوق الخياطه للتزيين فقط. نتوما كيرجع لكم الامر، الا بغيتو تعاودوها عاودوها، ما بغيتوش نتوما حرين. كاين اللي كيعاود ماشي غير مره، كيعاود جوج ثلاثه وقدر يضرب ديك الجهه ديال الجلد كامله بالخياطه باش يحصل على شكل مربعات. وهنا كيف كتشوفوني كندهن الزيت فوق الجلد لان الماكينه ما كدوش فوق الجلد كتحدث، فيمكن لكم تدهنوها بالزيت او بفازلين فهي كتخيط لكم بكل سهوله. طبيعة الحال غادي تردوا باش ما تطاشيوش الثوب ديالكم. من بعد ما كملت فانا كنمسح الجلد ديالي وكتجي خياطه هكاك في الكمام. فانا درت الطرف ديال الجلد هكا في المنتصف ديال الكم وغادي نطلاكيه فوق الكم ديالي، وانا كندخل داك السنتيم ديال الخياطه باش يجيني مفيني مزيان كيف كتشوفوا معايا. ودائما ضروري ما غادي ندهن بالزيت باش تسهل عليا الخياطه، حيت الا ما دهنتش بالزيت ولا بفازلين ما غاديش تمشي لي الخياطه فوق الجلد نهائيا. اما فاش كدهنوها فكيف كتشوفوا راه كتمشي الخياطه الماكينه بكل سهوله كتخيط.
الشيء كنعاود الجهه الثانيه ديال الجلد، كنخيطو وكندهن بالزيت وانا غاديه معاه حتى كنسالي. وكيف كتشوفوا بعد ما بلاكيت داك القطعه ديال الجلد ديالي فوق الموش في المنتصف ديالكم فانا كنعاود الخياطه بعبر الصباط في الجنب ديال الخياطه الاولى للتزيين كيف ما قلت لكم من اول فيديو. فانا المنطو كامل درت ليها الطريقه هذه، كنعاود الخياطه من الفوق باش كتعطي منظر. ونفس الشيء كندير حتى الكم الاخر. فهنايا كنلقي الكتاف بعد ما لقيت الكتاف كنشد العنق ديال الظهر كنشد المنتصف ديالو وكنخيط معاه القب. فالطريقه ديال تبطين القب وطريقه ديال خياطه الفورير مع القب فهي غادي نديرها لكم حتى هي في فيديو خاص ان شاء الله. كيف كتشوفوا الكابيش ما كنوصلوش لديك 4 سنتيم اللي كنت خليت في الاول، هذيك كتبقى خاصه بالسلسله كتكون الدوره غير حد العنق صافي 4 سنتيم كتبقى باش كنخيط فيها السلسله. انا خيطت الجهه الاولى وغادي ندور باش نخيط الجهه الثانيه حيت بديت الخياطه من المنتصف. وهذا هو القب ديالي كيف كتشوفوا، خيطت الطرف بجوج وحددت المنتصف. فكناخذ الطرف الاول كنخيطو مع المعطف والطرف الاخر ما كنخيطوش، هذا كله غادي يتطوى الطرف الاخر ولا غادي يجي على خو باش يجي الكون مبطن وغليظ. فانا كنخيط غير الطرف الاول كنخيطو فوق البلاصه فاش خيط القب نيشان يعني في العنق، كنحط المنتصف ديال الكون على المنتصف ديال العنق ديال الظهر وكنخيط الجهه الاولى عاوتاني كنخيط الجهه الثانيه. وبالنسبه للقب فهنا يعني جوج طراف وعندي ديك القطعه الطويله اللي وريتكم، فانا كناخذ الطرف الاول كنلصقو مع القطعه الطويله كنبقى غاديه معاه مع الدوره ديال القب كامله كيف كتشوفوا. شو الطريقه ديال الخياطه فهي واضحه، كيكون عندنا جوج قطع ديال القب وكيكون عندنا واحد الشريط طويل اللي غادي نخيطوه غادي يجي في وسط هاد القطعتين بجوج. هاي القطعه الثانيه غادي نخيطها حتى هي. من بعد كنعاود الخياطه كيف قلت لكم الاول، كنعاود الخياطه ديال التزيين كنعاودها في جنب الخياطه الاولى على الوجه. وهنايا فغادي نخيط الكمام ديالي، كنحدد المنتصف ديالكم كنحطو على الخياطه ديال الكتف وكنخيط حيت كنبدا الخياطه دائما من المنتصف، كنخيط الجهه الاولى ومن بعد كنخيط الجهه الثانيه. فهذا الكم هو اللي كنلصقو مع البياسه ديالي مع المعطف.
فانا دابا خيطت الجهه الاولى، دابا غادي ندوز للجهه الثانيه من الراس ديالكم حتى للابط، كندور بالخياطه فهنايا كنخيط السلسله ديالي. فانا كنوريكم كنحطوا الوجه ديال السلسله على الوجه ديال الثوب وكنخيطوا كيف وريتكم دابا. فهكا كتجينا فاش كنسالوا الخياطه، كنديروا الصباط ديال السلسله وضل الابره كتضرب في حدا الحديد ديال السلسله. فكنبقى غاديه معها حتى كنوصل للكول، وغادي نوريكم الطريقه كيفاش كتخيط السلسله مع الكول باش تجينا مفينيه ومزيانه. طريقه سهله بزاف صراحه، المونطو كامل الطرق اللي تخدم بها فهي سهله جدا. ان شاء الله تستفدوا من هذا المعطف هذا ومن هذا الفيديو بصفه عامه. فانا كيبان لكم فيديو دغيا فيه الخياطه، فانا هذا الفيديو تقريبا درت فيه شي 3 ايام وانايا تنخيط في هذا المونطو، لانني ما كنخيطش بزاف قليله، كيعجبني شي موديل كنخيط صافي. فهنا كنوريكم الطريقه ديال كنوصل السلسله حتى الطرف الاول من الكول، والطرف الثاني كنطويه عليها وكنقلب وكنخيط، وداك الشياطه ديال السلسله كتبقى عندنا على برا حيت غادي تتقطع طبيعه الحال، تجينا على برا باش ما تجيناش من الداخل. جات من الداخل راه حنايا ضيعنا السلسله ديالنا. هنايا فاش كنوصل السلسله حيت خاصها تدوز الخياطه من فوقها، كندوزو الماكينه غير بيدينا باش ما نهرسوش الابره. فاش كنقلبوا الكول ديالنا كتجينا السلسله بهذا الشكل هذا، وكنقطعوا داك الفائض ديال السلسله هانتوما كتجينا مزيانه. فهنايا كنجمع الكمام ديالي، كنجمع الجناب ديال المونطو ديالي تقريبا، فانا في النهايه. هنايا كنهبط بالخياطه حتى لتحت، وهنايا غادي ندوزو باش نخيطو الدوبلور. الدوبلور خيط ليه جميع الاجزاء كيف ما درت المونطو، غير هو ما غاديش يكون فيه الكون. فانا كيف كتشوفو كنحطو الوجه ديال الدوبلور مع الوجه ديال المعطف، وكنحطو العنق على العنق، كنحطو منتصف العنق ديال الظهر على منتصف العنق ديال الظهر ديال الثوب وكنخيطو. فاش كنحطو الوجه ديال الدوبلور مع الوجه ديال المعطف، فكنخيطو العنق وتنهبطو مع الخياطه ديال الجناب، كتجي واضحه الامور حتى حاجه معقده. فانا هنايا خيطت العنق، فانا غادي نهبط دابا مع الجناب فين نلصق السلسله، غادي نهبط معاها، غادي نشد السلسله مع الثوب مع الدوبلور باش تجيني الخياطه مفينيه. فكيف كتشوفوا ها هو القنت، انا دابا هبطت مع الجنب اللي فيه السلسله، العنق راني طرقتو، عنق ديال الدوبلور مع العنق ديال المعطف طرقتهم خيطتهم، دابا هاني هبطت مع الجناب. كيف كتشوفوا راه كنهبط مع الحرف ديال السلسله، والنتيجه كتكون على هذا الشكل هذا. فاش نقلبوا الدوبلور ديالنا كتجينا السلسله باينه، السينات ديال السلسلة والمونطو ديالنا كيجي مفيني كيف كتشوفوا. فهنايا باش نلصقوا الكمام ديال الدوبلور مع الكمام ديال المعطف، كيكون عندنا دائما الوجه ديال الدوبلور على الوجه ديال المعطف. ها حنايا كنوريكم خيط العنق مع الجناب، يعني لاصق الدوبلور مع المعطف ديالي، بقاو ليا غير الكمام. الطريقة ديالهم على هذا الشكل هذا. هنايا كنوضح لكم كيفاش لصقت الدوبلور، كنبقاو غادي غير مع الحروفة ديال المونطو مع ديال الدوبلور حتى كنكملو الخياطة كاملة. فهنايا الكم ديال الدوبلور مقلوب، راه كتشوفو راه الظهر هذا ماشي الأمام، كنقادو مزيان الكتف مع الكتف، كنهبطو المونطو الكم ديال الدوبلور مع الكم ديال المعطف كيف كتشوفو، كنحطو عليه الكم ديال الدوبلور بطريقة واضحة، يعني الفم ديالكم المعطف كيجي على الفم ديالكم ديال الدوبلور. هانتوما كيف كتشوفوا معايا، كنحطوا الخياطه على الخياطه هكا، وكنبقاو غاديين محتارمين سنتيم ديال الخياطه، وغاديين مع الدوره ديال الفم ديال الكمام بجوج حتى كيتلاصقوا، كيجي الدائره للدائره.
انا غادي نشدها دابا بليزي بانجل ونوريكم باش ما تلفوا ما حتى شي حاجه، فالطريقه سهله بزاف هكا بهذه الطريقه اللي كنوريكم، يعني غادي يجي الفم ديالكم مع مقابل مع الفم ديالكم ديال الدوبلور. كنشرح ونعاود غير باش توضح لكم الصوره. فهنايا انا شديتهم بليزي بانجل وكنوريكم يعني الخياطه منين غادي تدوز، فغادي نخيطو معكم باش تشوفوا النتيجه كي غادي تكون. فهنايا غاديه مع الدوره ديالكم حتى كملتها، فاش كيكون نفس العبار راه ما كتلقاو حتى شي تفاوت ولا ديكالاج، كيجيكم لكم معلكم نيشان. فهمتوا كيف كتشوفوا؟ هاو كيجيكم ملاصق معكم الخياطه على الخياطه، الجهه الاماميه للجهه الاماميه، الجهه الخلفيه للجهه الخلفيه. فهنا صايبت الكمام بجوج كيف كتشوفوا. دابا كيف قلت لكم الاول راه الوجه ديال الدوبلور على الوجه ديال المعطف، دابا سنقلب. انا مازال ما خيطتش من التحت، مازال المنطوم حلول من التحت، فانا قلبت المعطف ديالي. غادي نجبد لكم غادي نلقاه ملاصق مع الدوبلور، والطريقه ناجحه وسهله كيف كتشوفوا. ها هو الدوبلور مخيط معكم. فهنا كيبقى لكم غير كتدخلوا داك الشيء اللي خليتو ديال الخياطه، واش 3 سنتيم 2 سنتيم سنتيم، وكتعاودوا تدوروا الخياطه باش ما يبقاش يخرج لكم الدوبلور. اما بالنسبه للكلفه الجهه اللي خليت ما خيطتهاش هي كتشوفها مازال ماشي نتفه، فهي كنبقاو طوي سنتيم ونطرقو كيف كنوريكم دابا. كنطوي سنتيم ونطرقو وكتبدو البلقوب من التحت كتخرجوه مزيان وكتدورو عليكم ديال الكول ديالكم كله. اما بالنسبه للدوبلور من التحت فانا يا ما غاديش نلصق الدوبلور مع المعطف، غادي نخليه مطلوق، نتوما كيرجع لكم الامر. فهذا هو الشكل النهائي ديال المعطف ديالنا. نتمنى يكون كل شيء واضح لكم، وكيف قلت لكم اي حاجه ما وضحاتش فعلى الراس والعين ورجلها اليوم، ندير لكم عليها فيديو خاص. الشكل النهائي هو هذا، ففعلا جزوين صراحه معطف كيف كتشوفوا كاع هكا المونطويات، معطف جديد كديروا موديل ديالكم كيف ما تشهيتوه وتخيطوه. فكيف كتشوفوا ديك القطعه ديال الجلد دات في الكمام هي هذه، جات صراحه مواتي، وحتى هذا اللون لوينات بجوج مواتيين. فهذا المعطف من الخلف القب والقطعه ديال الجلد اللي درت في الظهر. المعطف درته طويل فهو تقريبا جاي تحت الركبه، هو الفورير والتبطين ديال القب. فالفورير والتبطين ديال القب حتى هما ندير لكم عليهم فيديو خاص، اي حاجه ما واضحاش غادي نعاود ندير عليها فيديو خاص، واللي اي تساؤل كان فمرحبا. نتمنى من الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم، ونتمنى تشجعوني بجيم من الفيديو، ففعلا متعوب عليه لا في التصوير ولا في المونتاج. ان شاء الله تقدروا هاد المجهودات وتعاونونا بجيم، فهو فهاد جيم فعلا راه غير باش يطلع الفيديو عند الناس ويشوفوه بزاف ديال الناس لا غير. ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، يا اما وصفه او خياطه. دمتم في رعايه الله.